إيران عام 1979، أطيح بشياه محمد رضا بهلوي وعاد الزعيم الديني روحل الخميني من منفاه في فرنسا. لم تكن حكومته وأنصاره من مؤيدي الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يتهمونها بدعم نظام الشاه ويدللون على ذلك باستقباله للعلاج. المشاعر المناهضة لأمريكا كانت تتزايد، والخطر أصبح كبركان بانتظار ثورانه. ثوران أشعل الأوضاع في سفارة واشنطن بطهران، حصرها الطلاب الغاضبون قبل أن يقتحمونها لمدة 444 يوما. الطلاب الغاضبون احتجزوا أولا 63 شخصا. الخميني أفرج عن 10، معظمهم من الأمريكيين من أصول أفريقية، ليصل عدد المحتجزين في مبنى السفارة إلى 53 بين دبلوماسي وموظف. أزمة صارت عنوانا للعلاقات بين طهران وواشنطن. لم يقتل أي من الرهائن، لكنهم تعرضوا لتعذيب جسدي ومعنوي كالضرب بالخراطيم والتعليق فوق فتحات المصاعد، بل تعرض بعضهم للتعذيب بتمثيل عمليات قتل. حلول عدة فشلت. بعثة عسكرية أرسلها الرئيس كارتر لتحرير الرهائن باءت بالفشل الذريع. اضطرت الولايات المتحدة لقبول صفقة مقابل رفع الحظر الأمريكي. وافق الإيرانيون على إطلاق سراح السجناء، صفقة فتحت شهية إيران ربما لتنفيذ المزيد. ففي سجونها يقبع أجانب من أصول إيرانية بتهم عدة ينفونها، وللإفراج عنهم تبحث إيران عن مزيد من الصفقات.